مين اللي ورايا ده؟ بس بس لازم تاكل القنبلة دي يا رسام، لازم. او معلش يا رسام، معلش معلش. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ اخيرا ظهرت بوشي في فيديو الفيديوهات كراش، والنهارده بقى احنا انا دلوقتي حاليا في بس عثمان، وبنلعب نظام نقاط، وكل واحد اختار بقى الطريق بتاعه. فانا طبعا اخترت ايه، طريق مفاجاه، اول مره اختاره، طريق هرم بابو. المهم بقى ما تنساش اللايك والسبسكرايب على الحاجات الحلوه دي، ويلا ندخل بقى على التحدي. وتوقع لي كده دلوقتي قبل ما تتفرج على الفيديو مين اللي فاز. هو اي نعم انت هتكون اتفرجت على البث بتاع عثمان اللي انا هكون سايبه في اول لينك، لكن لو انت ما اتفرجتش يعني لسبب ما عند عثمان، اكتب لنا توقع المراكز مين الاول ومين الثاني ومين التاسع وكده. ها يلا بينا بقى ندخل. طيب طبعا انا اخترت هرم بابو زي ما قلت لكم، وابتدى بهرم بابو عثمان. فماشي طبعا بنت الجميل، يا نهار ابيض. يلا بينا، اركن على جنب كده. انجن 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 انجن، عدى معلم. بس كده، لو ما اتضربتش وسع ان شاء الله مركز اول يعني. لو ما اتضربتش، لو ما اتضربتش، لو ما اتضربتش، مهند خرج. مين اللي ورايا ده؟ بس بس لازم تاكل القنبلة دي يا رسام، لازم. او معلش يا رسام، معلش معلش. بس انت كنت تسبب لي خطرا فيجب التخلص منك. لا درع بقى، عايز درع، عايز درع، درعين كده او درع واحد حتى يعني. ماشي قضيها تلغيمات بقى. كويس زي الفل. انا ما بحبش ابدا بهرم بابوه، ولكن يعني الحمد لله مشى معايا كويس. لا بقى هجيب الناس بلفه بقى. ايه اوه بسام قدام، انا اسف. انا عملت فيك ده كله. يوسف يا يوسف ابعد. ايه ازيك؟ لا 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 يا جدعان، الناس اللي انا معديها بلفه يا يوسف. يا جدعان يا جدعان، انا الاول ماليش دعوه، لو حد وصل لي برضه انا الاول. والله ورايا انتروبي بعيد اصلا. كويس كويس، مركز اول الحمد لله رغم الاوفر. اشرف الصندوق وقع تحت. مركز اول، مركز اول. ده انتروبي ده اللي هو ساموري، عاش يا ساموري. بس جيمر سابقه بدايه 8 نقاط اهو، حاجه زي الفل، حاجه زي الفل. الخليج الخليج الخليج، يلا بينا برضه نعمل زي ايه هرم، نيجي من هنا. ايوه يا سلام يا سلام، تعالوا تعالوا تعالوا، امسكوا عثمان عشان لو هرب مش هتعرف تمسكه تاني. معلش بس يا راجل، سيبني 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 يا انا فعلت الدرع بس ما لحقتش. ازيك بس؟ ايه ده؟ ماشي، انا كنت عايز اضرب بسام، ضربت احمد، ما علينا. حلو 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 حلو، المبدا ما بحرب، فايه يعني ما مش هلحق اخد تفاح اصلا. كولابوريني. لا اخدتش صندوق. اجيمر اجيمر يا راجل، لا ايه ده ايه ده. قنبله وصاروخ ولي. لا يا حلوه سعد، انا الثالث الحمد لله. اجري طيب اجري. اوه لا دروع، لا ايه 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 ايوه على الشعبود.
معلش يا حبيبي. ولا معاك ايه؟ ماشي شكرا عبود شكرا. عنده حق طبعا لسه ضربه. انا بقيت الثامن ما شاء الله. الاول عثمان وطلع يجري وخلع، واللي وراه جيمر وبرضه ما ماشي، واللي وراه بس. طب ابقى الرابع. طيب ابقى الرابع. طيب خلاص يا جدعان كلكم معاكم قنابل خلاص. لا بقى انا اتضربت بما فيه الكفايه. صديت الصرف. اه الحمد لله يا فرحتي. اه الله حد تاني نفسه يضربني. يلا 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 بسرعه 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 يا عم. مش سرعه هتضربه. يلا يلا برضو جاي يا عم يا عم. حرام كان زماني الخامس على الاقل يعني باللي حصل فيا ده. انا اتضربت بقنبله وصاروخ ودرع وبردوجة كلهم في نفس الوقت. انا اتحمت. ماشي مركز اول بعدها على طول مركز سابع يعني. طيب ومفترض عبودي بنقطه واحده عشان هو دخل مكان مهند في طريق هرم بابوه، ولكن عثمان على طول اربع نقط لان هو ما لعبش اصلا في هرم بابوه، هو لعب معانا من اول خليج كراش. فكده عبودي حسب له اربع نقط مش نقطه واحده. انا مش عارف النقاط كام بس اكيد انتوا هتبقوا عارفين عشان عثمان ما قالش. يلا بينا. ماشي كويس. انا كنت عايز السوبر انجن كان هيكون افضل في البدايه كده. عثمان فقد سرعته كويس. عايز صندوق. يا سلام يا سلام هو ده اللي انا بتكلم فيه. عاش يا يوسف بسام وسموري. حلو جدا حلو جدا. تفاح تفاح تفاح. الولا ما انت قدامي اخد التفاح. اوه معلش يا يوسف انا اسف. حلو حلو. واحد لا بقى ايه ساموري بس. حلو 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 حلو. جاله درع. لا كهربا لا كهربا لا كهربا. انا التاني هو الاول قدامي. خلاص السادس في كلمة. خلاص رزقك يا بسام والله. طول التفاح. طيب ماشي الرابع كويس. الرابع خدتش حاجة خالص. قدامي عثمان وجيمر وبسام. التلاتة دول خطر. التلاتة دول خطر. بسام اتضرب. ماشي هي ماشي. كفاية سرعات بقى كفاية سرعات بقى. يوسف عدلك بلف. ماشي ماشي ماشي. فريتش كتير اخدت السرعه السريعه كده كده. لا يا عم يا ابني انت كل مره. استغفر الله العظيم يا رب. هو ازاي ناحيه اليمين ضربني قنبله ولا عثمان اللي ضربني؟ بس هو ضربني. هو ضربني زي ما ضربني برضه في الهرم كده مره قنبله ومره صاروخ. طيب هنا انا ظلمت يوسي بصراحه لازم يقال، لانه كان ناحيه اليمين والقنبله جت من ناحيه الشمال، فانا استغربت ازاي القنبله هو اللي ضربها فيا وضربني اوفرلاب والكلام ده. فرحت بقى لبس عثمان. انا حاليا بمنتج اصلا، فبصوا عند عثمان هتلاقيه اصلا ماشي بدرع من قبل القنبله ما تترمي. لو ركزت بقى كويس هتلاقي اللي قدام عثمان هو اللي رمى القنبله، فالقنبله عدت من عثمان ويوسيب كان على اليمين فعدت منه وجت فيا انا.
مين بقى اللي رمي القنبله؟ حمو قنابل، حمو جيمر، فطلع هو صاحب القنبله مش يوسيب. فشكرا حمو جيمر على هذه القنبله. لا اله الا الله. كهربا برضه بوظت حاجات كتير، يعني كهربا دي كان بسام جاب العيد كذا مره، يعني كان انا مركز اول مستريح، بس الحمد لله على كل شيء. نعوض في المختبرات بقى، يلا بينا. كل مره اقول لكم نعوض في الدرب الدوائر، نعوض في الدرب الابعاد، نعوض في مش عارف ايه، وما عوضش خالص. نعوض هنا ان شاء الله. يا سلام. ماشي. وي جيمر وبس. اتوقع في قنبله هتتضرب دلوقتي اكيد. في جليتش تقريبا عندي، خدتش صندوق، الاثنين اخدوا الصندوقين جنب بعض. حلوه جيمر. مين هيضرب مين؟ لا لا لا، الله ينور. أوه. واحد رمى درع، واحد رمى قنبله، انا معيش حاجه خالص يا باشا. كانوا واخدين الصناديق من قدامي. ماشي. قنبله برضو، جيمر برضو في المراكز المتقدمه ولازم يتضرب. وبسام برضو. الصاروخ البطيء اللي انا اسرع منه ده مش هينفع. لا 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 لا، ما تجيش بقى كهربا. وايه زي المره اللي فاتت، يبقى هو معاه درع الاول وانا الثاني وقدامي، ويجي لي ويجي كهربا تبوظ الدنيا. يعني طب درع، طب بطريق، بطريق. حلو، مفيش تلغيمات. لا الصناديق مهمة. طب نشطف شوية بقى. حلو حلو حلو. كهرباء، يا سلام. ايوه كده كده، الحمد لله كده الحياه حلوه. يا سلام. ديو. حلو 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 حلو. اوعي. المشكلة ان جيمر الثالث وعثمان الرابع برضه، فاحنا الاربعة كده دايما في المراكز الاولى، فدي مشكلة. وانا مش عارف ان قوته فقط سرعته. تعال 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 تعال، معلش انا اسف، لازم تتضرب. جيمر بقى الثاني، البس يا جيمر، البس البس البس. عدى منها جيمر، عدى منها. ماشي. ولا ولا ولا، ايه حكايتك مع المركز الثاني يا جيمر؟ ولا كان هيبقى المركز الاول دلوقتي. الحمد لله، هو ما زال لسه قدام فرصه الصراحه. ها مركز اول. انت واقف هنا ليه يا ابني؟ بتعيط على جنب ولا ايه ده؟ ماشي يعني هتوري يا مان. مركز اول، عوضت اللي انا قلته حصل الحمد لله. كده مرتين مركز اول، مره مركز سابع ومره مركز رابع. برج الزمن، انا غالبا يعني حاسس كده ان انا بعوض في طريق بيجيبوا الطريق اللي بعده عشان يعصبوني. يلا بينا. بيجيبوا طريق بقى ايه صعب، او طريق ما مش متفائل، او مش عارف مش عارف. قول لي يا عثمان. اوه ولا ولا، ايه ده؟ في ايه؟
ازيك يا عثمان؟ ازيك يا احمد؟ بس جيمر الاول. لا ماشي. حلو. ده مين ده، عثمان ولا البطريق اللي جاله؟ مش مهم، المهم اللي هو ضربني الحمد لله قبل السرعه على طول. الله يبارك لك. ماشي، يعني انجن وبرضو انجن ومنبه، انجن وكهرباء، كان الموضوع يبقى حلو يعني. ماشي، يلا حلو. هما قدامي كلهم، ممكن كده ايه مركز رابع ولا حاجة. خامس كويس. جيمر اهو، تعال يا واد. هو عثمان وقع. تعال بقى، تعال. ما جابتهوش. يا سلام، ضربت جيمر وعثمان وبقيت التالت. ده ايه الحلاوه دي؟ واحد فقد سرعته والتاني لابس زجاجه حمراء. يا عيني عليهم الاتنين كده، يعني عليهم على حلاوتهم. قدامي كده مين؟ احمد ام 2 والاول بسام. بسام طبعا ما شاء الله عليه، يعني من الناس اللي في التحدي الزمني، من الناس اللي في الاول خالص، من الناس المحترفين جدا في الطريق ده الصراحه. يمكن ده طريق مميز لي وتقريبا في سباق الحلقة. ايه ده؟ ماشي، عديت احمد 2 بقيت التاني. المهم وبسام زي ما بنقول كده اللي هو من الناس المحترفه خصوصا في سباق الحلقات يعني، وسباق التحدي الزمني برضه. ماشي، ركز بقى. تعالى بسام بقى، شكرت فيك لازم اضربك. معلش انا احب اعمل كده دايما. ده لو وصلت لك يعني، مفيش منبه ولا اي حاجه كده، يتضرب واضربه بالدرع برضه زي كل مره. هو فارق عني جدا الصراحة، واللي بيجري ورايا عثمان بيجري ورايا. انسى. خلاص، هو كده كده المسافة بيني وبين بسام كبيرة، وبيني وبين عثمان يعني لو فقدت سرعتي يجيبني، فأنا أمشي بقى إيه؟ يعني براحتي. مش لازم تشطيف قوي يعني، لأن كده كده مش هيوصل لي يعني. مش هيوصل لي كتشطيف، لكن هيوصل لي لو فقدت سرعتي. كويس، ان شاء الله نقدر نقول المركز الثاني. بسام وصل ما شاء الله. ايه المركز الثاني. حلو جدا، ولكن برضه بسام وتر وعثمان وجيمر، فبرضه احنا الاربعه كده. الوضع يوتر في الاربعه دول، مع الثلاثه دول اقصد يعني، خصوصا ان انا مش عارف النقاط. طيب انا 30 وجيمر 33، ده الاول وتقريبا وانا الثاني تقريبا يعني. انا مش عارف عثمان كام وبسام كام، بس يعني هو دايما جيمر وانا كان التحديات بينا يعني. يلا بينا. بص علي القلعه، قلعتش. ايوه سموري. معلش نعم، انت مختار المبدا عشان يعني ربنا يبارك لك يا رب، بس معلش. تعالوا انتوا الاثنين. عبود ازيك؟ اولولو فقدوا سرعتهم هما الاثنين، واتضرب من عثمان. اجري، بس مازال عثمان الرابع ازاي ما عداش البوريني مش عارف. كويس، ولا هتسيب ايه ولا بسام برضه. يا دي النيل، افضل اجري ورا بسام ويجيب العيد بعد كده واضربه، او يجي كهربا تضربني انا هو اللي يجيب الاول. مش عارفين هنشوف. جاله درع يبقى انا اللي هتضرب، لازم يجي لي درع بسرعه. كويس، عبود ورايا، عبود ورايا. كويس،
حلو حلو حلو، تعالى يا حلو. قربت منه قربت منه ايوه، درع تاني كويس كده، قرب منه براحتي. تعال تعال لا يوسف يا عم، انت جاي لنا منين؟ ضيع درع بسام. طب انا مش عارف اضرب بسام ولا ما اضربوش دلوقتي. هحاول ابعد شويه الصراحه، لان هو لو ضربته بالدرع حرام، هو كان معاه درع. انا كنت هضربه بالدرع التاني بس ماشي، انا هحاول اخليني قريب منه، بس يا رب يجيله درع بقى بديل. المشكلة لما يكون حد مستواه ضعيف بيبوظ اللعب على الناس التانية. يا ولد تعال، انا سايبك انا سايبك انا سايبك، ما تعصبنيش. اوه فقد سرعته، خلاص خلاص. اعمل لك ايه؟ انت بتيجي في اللفه الاخيره تفقد سرعته. ازيك يا احمد؟ ازيك يا احمد؟ مركز اول. اوه ده في كهربا كانت جايه. هاتريك هاتريك هاتريك. لا جيمر ما يبقاش التالت بقى، يعني خلوه الرابع كده. عبود سابق جيمر، سابق جيمر، عايز اتعادل معاه حتى. يلا عثمان، ده عثمان اللي سابق عبود. ايه ده؟ جيمر التالت. طيب انا كنت 30 كده، بقت 38 وهو 39، فرق بيني وبينه نقطة. ماشي ماشي، اللي بعده اللي بعده. الطينة يلا بينا يا جدعان يا جدعان. ماشي ماشي. قول لا لا، جاي معاه قنبلة، ضربت صاروخ صد بالقنبلة. ماشي ماشي ماشي. ازيك يا جيمر؟ معلش هضربك بأي حاجة، شفت سرعة ضربتك بأي حاجة هتجيلي هضربك بيها. معلش استنى 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 يا جدعان، كلكم كان قدامي وأنا معايا سرعة. ماشي مش مشكلة، لازم يجي حد معاه كهرباء يبوظ كل حاجة. يا سلام جيمر اللي ورايا. ماشي حظك بقى، هو سابقني. ايه يا عم التفاح ده؟ يا عم اديني تفاح عدل يا عم، كنت عايز يطلع قدامي عشان اضربه ثلاث صواريخ بس. يلا سوبر انجن، هو ده اللي انا بتكلم عليه. ولا قنابل ولا ايه؟ حلو حلو. ماشي 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 بسرعه. فين التفاح اللي هنا؟ ايوه زي الف. اوه هو ولا لا تعب اسمع حمو جيمر. حلو هات لي الصندوق كده فرقع فيه، مش عارف هو مين ده. بسام مشكلتك يا بسام، ما بتستمرش على الحفاظ على المركز الحلو اللي انت بتبقى فيه. اوعى اوعى اوعى. اوعى يا ولد يا ولد، حرام عليك، ليه تضيع مني الدرع؟ طيب استفدت ايه قول لي؟ يا عيني حلوه حلوه. انا ماشي بعيد عنه عشان القنابل، هو دايما ما بيهتمش انه يفرقعها. يلا كهربا كمان والدنيا حلوه. مشحونه ماشي، مشحونه هتجيبني على طول. مش هون يعني اللي ضربها معاه 10 وامبات كاملين، فكده هتيجي على كل الناس مش هتيجي على المركز الاول بس. ماشي ما زلنا مستمرين في طريق الطين والدرع الجميل.
90 واحد بيجروا رايا، في 4 بيجروا رايا على الخريطة يعني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايوه حلو. جيمر قدامي برضو، ما انا جيمر ده لازم اضربه عشان اتعادل معاه، على الاقل اتعادل معاه. لكن نفسي اضربه جامد بحيث ان هو يرجع ورا خالص وابقى ايه ازيد منه في النقاط. اوعى الصواريخ، الحمد لله ما جالوش قنابل المره دي. خلاص يا جيمر انا مش عايز اسابقك، بس ما يجيلكش قنابل بس وتضربني وتيجي كهربا والدنيا كلها تبوظ حضرتك يعني. هو لبس زجاجتش احسن بتاعت اللفه اللي فاتت دي. كي وايس حلو كده. ايوه بس انا سابقه كمان، بس انا كده زي الفل كده، انا الاول في النقاط ان شاء الله يعني. عثمان اتضرب كويس. ليه كده بس؟ استعجلت على السوبر انجن، كان ممكن استفاد منه وامشي بيه احسن من كده. ماشي شكرا بس. بس ما شاء الله عليه عمل تشطيف وجابني ومش مركز معاه الصراحه. ماشي 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 ماشي. ايه التفاح القليل ده؟ انت طريق رخم. ايه يا عم السرعات دي يا عم؟ اوه فقد سرعته تاني. بس انت فيك مشكلة بسام والله، تقريبا عشان بقاله فترة مش بيلعب. لا يا عم ما يجلوش الدرع يا جدعان بقى، الناس دي مرزقة قوي يا عم، الناس دي مرزقة قوي. تعال. بص انا والله ممكن اقفلك وافضل اضرب فيك، بس المشكلة لو ضربتك جيمر هيسابقك وانا عايزك انت تبقى اللي قدام جيمر، فايه؟ يلا يا عم يلا يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم، مش هضربك يا عم. تمام كده انا عديت جيمر، كده انا سبقت جيمر في كمان يعني. انا كده بقيت كام؟ يعني انا كده التالت 6 نقاط وكنت 38 عشان جيمر كان 39، 38 و6 كده انا 44 وجيمر 43 اقل مني بنقطة. اخر طريق بقى، اخر طريق انا معرفش النقط ايه، بس انا عارف ان انا وجيمر فرق بينا نقطة، فانا لازم اسابقه ده. يلا بينا. مشكلة ان جيمر في عمق البحار محترف برضه. ازيك يا جيمر عامل ايه؟ لسه بقى جايب سيرتك بالخير. لازم اضربك. ما خدتش صندوق. ما اتضربش بقى، ما اتضربش. قنبلة بتطلع من السرعة يعني مش ايه ده. ماشي. حلو. ما يفرقش فيا بقى الصندوق. حلو 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 حلو. لا مش حلو ده جيمر الاول. جيمر وبسام. اوعى الزجاجه. مشكلة برضه طلع عثمان يعني. ايه. تعال لا تعال لا مش هتعادل انا والعب طريقي ده، فانا يا رب حتى يعني يا رب ما اخسرش بس اهم حاجه. يعني كهربا لا 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 لا، يبقى هو معاه درع وانا تيجي كهربا تضربني يا جدعان. الكهربا دي حرام يا جدعان. الدرع ما جابتنيش. قول لولو ولا الحمد لله الحمد لله ما طلعتش مشحونه. اوعى الزجاجه اخد بالي منها، عيب عليك. تعالى 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 يا جيمر تعالى. انت ايه سبت القنابل ومسكت في الزجاج ولا ايه؟ ردمناها يا اسطى ردمناها. اللي هيجي هيلبس. تعالى 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 على مهلنا خالص على مهلنا. ايوه هو هيعطل نفسه بنفس ذات نفسه وهسابقه. لسه اللفه الرابعه. اوه 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 يا جيمر ليه كده حبيبي؟ ليه كده يا بابا؟ اوه منبه
لا يا جدعان كويس انا الاول مش عارف ازاي بس ليه منبه وسموري ما جاتش فيه طب ما تعمل ايه مش جاله درع كويس مفترض دول جانا انا درع كويس لا انا بفرح اللي قدامي يجي له درع مين ده اللي جاله منبه ده انا مش فاهم يعني كده كده كنت هسابق جيمر اللي معاه من الدرع برضو اجري 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 ما يجيش بقى كهرباء ولا منبه تاني بقى كفايه بقى كفايه بقى حلو لبس الزجاجة ده احمد ده معاه برتقال يا يوسف يا بتاع احمد لبس يوسف 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 ما تعملهاش لا معاه برتقال ولا ما تعملهاش هاتريك يلا ما تعملهاش هاتريك يلا ما تعملهاش حرام عليك يا يوسف حرام عليك حرام عليك هو كان سامولي فقط سرعته وكان يعني لفهم انت لو مسافه طويله سنه كنت انا الاول الحمد لله قلبي يخرب بيتك جبت لي سكت قلبيه يا اخي ايه ده طب كده النقاط ايه طيب احتمال اكون انا المركز الاول يعني انا جبت في هاتريك وجايب مركز تاني برضه في برج الزمن وعمق البحار متهيألي انا المركز الاول غالبا يعني طيب كده المركز الاول اللي هو انا مستر تيربو 51 نقطة، الثاني جيمر 49 نقطة، الثالث عثمان وبسام متعادلين 48 نقطة. أنا مش مركز مع الاثنين دول، أنا ما أعرفش النقاط بتاعتهم كانت عاملة إزاي وما بحسبش النقاط، وعثمان مش بيقول لنا كده ورا بعض، فإحنا كنا بنلعب كنت مركز مع جيمر بس، وبسام كنت بضربه كان هو بيعطل نفسه وأنا بضربه الحمد لله يعني. سموري 35 نقطة، الخامس، السادس عبود 29، والسابع يوسيب 16، والثامن أحمد 15. التنافس كان رهيب زي ما قلت لكم بيننا إحنا الأربعة. عبود وسموري برضو حلوين جدا بس النهاردة مش يومهم يعني. التنافس كان بيننا احنا الاربعة انا وجيمر وعثمان وبسام تمام وكده يكون انتهى فيديو النهاردة ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوة دي اتفرج على الفيديو اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جاية ويلا سلام